أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: رجل قذف رجلا فقال له يا سكار بسبب خلاف بينهما. يا سكار، ما هو بقذف هذا، يقول هل شربت الخمر أو أنت سكير أو تشرب، هذا لا يسمى قذفا. القذف هو الرمي بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط. أما قوله يا خبيث يا سكير يا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد شديد لأنه فيه تنقص للمسلم وأذية للمسلم، وهذا يعزر، هذا يعزر، من قذف إنه يحد، وأما من سب بغير القذف فهذا يعزر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في بقية سؤاله: هل الأولى أن يأخذ حقه منه أو يعفو عنه، علما بأن هذا الرجل من جماعته؟ العفو لا شك أن الله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا عفا وأصلح هذا طيب. نعم.